بيكم ومرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد على مسلسل إبرة السفير. قبل ما نبدأ حط لك الفيديو سبسكرايب للتشانل، شير للفيديو ده كتير، فعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة، ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل إبرة السفير وتستمر فيه الانفصالات، لكن وصلت الانفصالات خطيرة جدا لدرجة إن الممثل أوراز هينفصل كمان كام حلقة، وكمان الممثلة نسرهان أتاجول اللي هي بطلة المسلسل نفسه انفصلت من آخر حلقة اتعرضت واللي هي الحلقة 35، يعني إن الحلقة الجاية مش هتكون موجودة في المسلسل. طب ليه وإيه اللي حصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تكملوا الفيديو للآخر. أول حاجة، الممثل أوراز قلتلكم في فيديو سابق هحطلكم الآي بتاعته فوق إن هو طلع عليه إشاعات كتير إن هو هينفصل عن المسلسل، وفعلا طلع حقيقة، وشركة الإنتاج سابت القرار في إيد الممثل أوراز إن هو هل ينفصل عن المسلسل أو يكمل فيه، لأن هو هيكون عنده مسلسل على نتفليكس مطلوب إن هو يكون متفرغ ليه، فما ينفعش إن هو يسيب المسلسل ويرجع تاني. فعلى حسب التسريبات قال إن هو ممكن ينفصل في الحلقة 39، وإحنا دلوقتي في الحلقة 35، يعني في خلال 4 حلقات وارد جدا إنه ينفصل عن المسلسل. والصحفية بيرسن أكدت الأسبوع اللي فات إن الممثل أوراز على الأقل هيفضل معانا لمدة 5 حلقات في المسلسل، وكل شيء ممكن يتغير بأي وقت، يعني لما ينفصل السيناريو هيتغير والموضوع هيتحل في المسلسل. لكن معرفوش ان في خبر جديد وقع عليهم زي الصاعقة ان ممثلة نسرهان أتاجول اللي هي بطلة المسلسل انفصلت نهائيا عن المسلسل، وكتبت على حسابها في الانستجرام: مرحبا للجميع، انني اودع شخصية نارا التي اشيع بها بعمق عندما امثل بها، على الرغم من انك تحملت المواقف، تقصد شخصية نارا اللي بتمثلها، ولكن جسدي لم يعد يتحمل معي، تقصد نفسها اللي هي نسلهان، لذلك احتاج الى الراحة. سلام لفريق ابنة السفير، وشكرا لكم يا اصدقاء، وشكرا لمشاهدينا دعمتموني دائما، من الجيد انكم موجودين، الى اللقاء في اقرب وقت. وفي حكايات اخرى وانفصلت بسبب مشاكل صحية واللي هي عندها تسرب في الامعاء وفقدت الكثير من وزنها، والطبيب قال لها لازم ترتاحي لمدة 10 ايام وبعد كده عودي للتصوير، لكن واضح انها تعبت جدا لدرجة انها قررت انها تنفصل عن المسلسل وترتاح في البيت. حقيقي خسارة كبيرة جدا ان ممثلة شاطرة زي نسلهان تنفصل عن المسلسل اللي هو قايم عليها هي، لكن ندعي لها ربنا يشفيها. وايضا الصحفي الوالد النمام كتب النهاردة على حسابه في الانستجرام ان الممثلة نسلهان انفصلت عن المسلسل، وكده اكدوا كمان الكلام اللي اتقال. ودلوقتي بقى الممثل انجن ايكوريك لوحده تقريبا في المسلسل، يعني نسلهان انفصلت تماما وأوراز على وشك انه ينفصل. فالصحف الرجل الذي يهمس قال: على حسب المعلومات اللي اتتني فانه ستنضم ممثلة جديدة لمسلسل ابنة السفير مكان الممثلة نسلهان أتاجول، يعني شخصية جديدة تماما هتنضم لمسلسل ابنة السفير وهتكون بجانب الممثل انجن. دلوقتي بقى عايزاكم تكتبولي في الكومنتات تتوقعوا مين الممثلة اللي ممكن تنضم، ومين الممثلة اللي هتلاقي على انجن اصلا في المسلسل، وهل المسلسل هيستمر بعد الانفصالات اللي حصلت فيه دي كلها ولا لا. وبس كده، اكتبوا رايكم في الكومنتات، ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.